مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم حنعمل انبوكسنج لعشر كراتين من امازون زي ما انتم شايفين في امازون. خلينا نبدأ معكم. يلا بسم الله هنبدأ. خلينا نشيل هدول هون خلينا هون ونبدأ بهدول. فتح اوكي. هذا عبارة عن بيل اورجنايزرز، عبارة عن لحبوب الأدوية. بيجي حبتين كل يوم بتحط الأدوية فيه، خاصة للكبار الحجات الحجاج، فحنهدي له واحد بعرفه واخد أدوية يوميا. الشغلة الثانية اللي هي عبارة عن هاي اللي هي بسموها فيجتش، هاي عشان الستريس، الناس اللي بتضغط ستريس بتعرفوها. هلا كثير مشهوره وفي حتى لعب عم بتصير فيها، فشغله بسيطه هيك شريناها. هاي حقها 200 ب 10 دولار، هاي ب 7 دولار سعرها. عشان نشوف السعر، خلينا نشوف هذه. هاي ما هي هاي اوكي. هذا في شغلتين، اول شغله كيبل، هذول كيبلات بتيجي حقهم 12 دولار للايفون، عباره عن كيبلات ايفون، بس هذا النوع قوي جدا وممتاز. الشغله اللي بعدها هذا تيث كلينرز، هذا عشان تنظيف الاسنان. بيجي شوفوا فراشي، هاي سوري فراشي اسنان، هاي هم زي ما انتم شايفين. انا عندي شريها من براون، وهدول التبس اللي راح تضيفوا. ففي حوالي قديش في هون 10 اي ثينك، هدول ب 10 دولار. الواحدة بتطلع باقل من دولار، انا بتذكر اي ثينك في لا اقل من دولار، المهم بتطلع الواحدة اقل من دولار. اللي بعده هذا باكج صغير اوكي. هذا عبارة عن، افتح لكم اياه، هذا ايوه عبارة عن حنفية يا جماعة. هاي انا شفتها، الحلو فيها هاي شايفينها، الحلو فيها تقدر تغير المكان تبع الحنفية. يعني الحنفية بتيجي هيك، تقدر تنزلها لتحت، تقدر ترجعها لورا، تقدر تقدمها، تقدر تبخ في وجهك. هاي شريتها من امازون، سعرها 12 دولار او 13 دولار. بتيجي هيك، هنجربها ونحكي لكم. اللي بعده نبدأ في البوكسات. البوكسات يا جماعة، هذا الأول. قد ما في هدول الشغلات البابل. طيب احنا حكينا لكم عن المونستر ايربودز. هذول احسن ايربودز بتلاقيهم في حياتكم يا جماعة. هذا الايربودز سعرهم 80 دولار، كان عليهم خصم 20 دولار، فصاروا 70 مع التاكس، طلعت كأنه 10 دولار، فبطلعوا 80 دولار. المونستر، شركة المونستر تعتبر من أفضل الإيربودز اللي موجودة. أنا جبنا قبل هيك واحد، طلعوا كيف هدول الإيربودز يا جماعة. هاي حجمهم زي ما انتم شايفين، هذا اللفت سوري، كتير حلو شغلهم. وبيجوا معهم
البوكس هذا بيجوا هيك جوا جميلين جدا. هذا اللفت هذا الرايت. هذول يعني من احسن الايربودز اللي ممكن تجيبوهم. فيري جود وهاي كواليتي وصراحه فيري ريكومندد. اللي بعده اوكي اللي بعده هذا عباره عن مويستشر تبع بيعمل هيوميديفاير. تحط فيه مية هون شايفينه، هذا حقه $22. تحط فيه مية وبتشغله وبصير يعطيك هيوميديتي، بصير يطلع لك هواء. وفي هون هيك تقدر توقفه زي هيك، تقدر توقفه زي هيك، تقدر توقفه هيك، وتقدر توقفه كله. USB-C شاحن، easy to use. صراحة ما جربناه بس حنجربه. طبعا في معاه USB-C I think. اوكي هذا بعده. عادي مش عارف شو هي. اوكي اوه هذا MP3 player وبعمل ريكوردينج. جبناه عشان نجرب الريكوردينج. مختصر ميك سم ميوزك. هذا يعني ريكوردينج اون اوف، تقدر تحط فيه كارت 16 جيجا جوا. هاي معاه 16 جيجا وهلما جرى. هاي هو عبارة عن MP3 بلاير مع ريكوردينج، تيجي معاه سماعات والشغلات هاي. طيب اللي بعده هذا كان حقه $30، جبناه عشان نسجل مثلا، نسوي لكم هيك وفيديو ونسجل الصوت يكون اوضح من التسجيل من الكاميرا. اللي بعده اوكي هذا عباره عن متر للقياس. بس الكتروني المتر اللي بنشوفه عادي مفروض هون البطارية هي شايفينها. هذا هو شكله، في هون سكرين هيك، شلنا البطارية ضوء مفروض. اعطاني المسافة بالضبط قديش اللي انا فاتحها زي ما شايفين. هذا حقه $40 بس جود انفستمنت صراحه. في شغلات تقدر تغير بالانش بالسنتي، هيك انش هيك بالسنتي بالفيت وهيك بالسنتي. هيك مثلا 70 سنتي 80 سنتي 50 سنتي. حاجه كتير رائعه، اتوقع انه شيء جميل. اللي بعده هذول الاثنين اخر اثنين هنا نشوفهم. اوكي هذا عبارة عن هيت فانل. هدول عبارة عن شيتس زي ما انتم شايفينهم، تقدر تقص منهم
وتلزقهم على المك على شو اسمه البلوزة أو القميص بالكوي، بسموهم هيت فينو. هدول حقهم 22 دولار، 15 لون، 12 شيت، 12 انش سوري، 15 شيت جواها. تقدر تقص تقص زي ما بدك، تطبع عليهم وتقصصهم وتستخدمهم على البرينتينج على الفانيلات والبنائس. الشغلة الأخيرة، يا هذا واحد تاني الشيت بنون، وهذا برضو كيبل كنا نقوله، وهذا تبع الأدوية شرينا منهم اثنين. هذه كل الشغلات اللي كانت عندنا اليوم. نراكم في حلقات قادمة. إذا شفتوا السبسكرايب سبسكرايبوا، إذا شفتوا الشير شيروا، إذا شفتوا اللايك لايكوا. سلام للجميع. إذا شفتوا اللايك لايكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا سبسكرايب سبسكرايبوا، وإذا شفتوا الجرس اقرعوا. وسلام للجميع، ونراكم في حلقات قادمة.